تاخد الفيتشرز اللي موجوده في السيجنالز، وفي نفس الوقت مش عايزه تبقى باندويث كبير قوي عشان ما يجمع ما يجمعش نويز، فبالتالي السيجنال تو نويز ريشيو بتاعتك تقل. يعني زي ما انتم شفتوا مثلا في الجزء بتاع النويز، لما كنا بنجيب في الاول كنا بنجيب النويز دينستي وبعد كده بنضربها في الباندويث او فروت الباندويث عشان نجيب الاماونت اوف نويز فولتج اللي عندنا. فلو الباندويث بتاعنا كبير قوي هجمع نويز كتير قوي، فلازم الباندويث يبقى على قد السيجنال اللي انا عايزها مش اكتر ولا اقل. طيب براكتيكال سبيكينج انا بعمل الكلام ده ازاي؟ يا اما بقى عن طريق ان انا اعرف طبيعه السيجنال بتاعتي، يعني لو نفرض مثلا حاجه فيري لو نويز مثلا وبشوف السيجنال ويف شكل الويف فورم ومنها بعرف الفريكوانسي كونتنت، وبعد كده بعمل ايه ديزاين للسيركتس بعد كده بحيث ان هي تجيب اليوزابل اماونت اوف نوليدج المطلوبه من غير ما يبقى فيه اكسترا باندويث. طب في حالتنا هنعمل ازاي؟ انا برايي في حالتنا نبتدي ب 150 وممكن نكستند لغايه 500 او العكس، يعني لو عملت 500 ولقيت نويز عاليه ده ضيق الفلتر بتاعك ل 150. اوكي اوكي جاوبتك يا احمد ولا لا؟ طب عندي سؤال تاني، يعني انا عارف انها ممكن ما يبقاش ليها حل اصلا، لو انا ضيقت الرينج خالص بقى من 1 ل 150 فعلا وانا ستيل برضو عندي نويز في الرينج ده، فهل ممكن اعمل حاجه ان انا ما احسن الموضوع ده؟ مثلا زي النويز دي بنسميه بقى ايه؟ الانترفيرنس. بحاول استخدم تكنيكس تقلل الانترفيرنس فيها، زي على سبيل المثال ان انا اقصر طول الكابلات، ان انا احاول اعمل اشتغل ديفرنشال سيجنالز عموما، ان انا اعمل شيلدينج في بعض الاحيان، ان انا بحط مثلا غطاء معدن بحيث ان هو يقلل الانترفيرنس مع الحاجات اللي بره. كل الحاجات دي اشتغل ببطاريه مثلا مبدئيا عشان لو في مشكله الباور سبلاي اللي عندي، لو في مثلا 50 هرتز جاي، فكل الحاجات دي ممكن اعمل تكنيكس تقلل لي من النويز وعصرت اللم. تمام. هو في حاجه برضه انا ممكن يعني اقولها اعرف الناس خالص، لو النويز دي ليها امبليتيود صغير جدا اقل من اللي انا ممكن احتاجه اصلا، يعني اللي انا ممكن ان انا عاوز ان انا اديتكته، ممكن اعمل ثريش هولد كده ان انا ما اخدش في حساباتي النويز الصغيره دي بتاعه الامبليتيود الصغيره. اللي انت بتقول عليه يعني انت في الحقيقه النوي قصدك الفيتشر ما بقتش نويز بقى، ما فيتشر في السيجنال بتاعتك. لما تيجي تبص هتلاقي ان انت هتلاقي السبايك اللي بتطلع دي هتشوفها لكن مش هتشوف الحاجات اللي تحت. خلاص، هل ده مقبول في البروجكت قصدك يعني؟ طبعا في البروجكت مقبول، يعني خلي بالكم ان انتوا تشغلوا السيستم كله مع بعض، ده هيبقى يعني خطوه مهمه، يعني ممكن تعمل لها اوبتمايزيشن بعد كده، دي حاجه او خطوه بعد ذلك، يعني مش مطلوبه يعني. تمام، يعني مش هي ريكويرمنت طبعا، يعني المقصود بيها ان هي ايه، مش هي ريكويرمنت، يعني لو ما طلعتليش الحاجات الصغيره دي هتسقط، لا مش كده خالص. تاني حاجه خلي بالك انت لما هتيجي تحط لو احنا بنتكلم على الاي سي جي الصح، يعني الاي سي جي الصح في الحقيقه مش 2 اور 3 تيرمينالز بس، لا هو بيبقى في تيرمينالز كتير على الشست. تمام، سببها ايه؟ هي ببساطه كده التيرمينالز دي بتعمل ايه؟ بتاخد البروجكشن بتاع الالكتريكال سيجنال بتاعتك في اماكن مختلفه، فبالتالي تقدر تطلع شكل ويف فورمز تعبر عن حاله القلب او حاله الاوبريشن بتاعه القلب بشكل عام. لما بتاخد تو تيرمينالز اكتر بتاخد السبايك الكبيره دي وما بتاخدش التفاصيل اللي تحت. تمام، عشان كده مثلا تلاقي ايه، يعني من الحاجات الصعبه جدا ان انت تقيس الاي سي جي على الـ على الـ على الساعه، يعني مفيش ساعه بتقيس الاي سي جي، بتقيس الريت بس. بتقيس الريت ازاي؟ ان هو بتكابتشر السبايكس دي وبتشوف الريبيتيشن ريت بتاعها، لكن عشان تقيس الاي سي جي هتلاقي ان هو مثلا تلاقي يقول لك ايه، حط صباعك إيه مثلا، انت لابس الساعه في ايدك الشمال، حط صباع ايدك اليمين على حاجه بحيث ان انت تجيب الالكترود الايه الثالث. انت فاهم عايز اقول ايه؟
فاهمه ان لما ازود الالكترودز بقدر اديتكت حاجات اكتر. ده حاجه. وعشان اقرا شكل الويف فورمز الحاجات الصغيره دي تؤثرت الليمت لازم اجيب الكترودز من اليمين والشمال، مش من الشمال بس. يعني لو انت تلبس الساعه مثلا، في بعض الساعات اللي هي ديجيتال ووتشز بتطلع لك ريت، عشان في فيرجنز مثلا بتاعت سامسونج او ابل بتقدر تقيس، تبتدي تقيس الاي سي جي او تديك صوره على الاي سي جي. بتعمل الكلام ده ازاي؟ تيجي تقول لك ايه، حط صباعك اليمين على البازل بتاع الساعه، فكانه الكترود زياده يعني. احنا في حالتنا طيب هيبقى كم الكترود؟ اعتقد 3 كفايه. طب بالنسبه يا دكتور للالكترود برضه دلوقتي يعني إيه؟ فيها للالكترود ايوه. انا دلوقتي يعني هيبقى في واحد في ايدي اليمين، واحد في ايدي الشمال المفروض، والثالث جراوند صح؟ او الثالث ريفرنس. الثاني ريفرنس على رجلك اللي تقريبا اليمين. ايوه يعني اليمين ريفرنس ماشي تمام. طب انا دلوقتي يعني هو انا مش فاهم برضو السيجنال بتيجي ديفرنس بين اليمين والشمال ولا الفولتج ما بين اليمين والرجل؟ لا بين اليمين. انت بتاخد الديفرنشال سيجنال ما بين اليمين والشمال، بس انت بتاخد الرجل دي عشان تشيل الانترفيرنس، غير كده هتبقى شكلها بتموف مع الـ مع الانترفيرنس بتاعك. هو انا مش فاهم قوي ازاي بصراحه اللي على الرجل هتشيل الانترفيرنس. ليه مش فاهم ازاي اللي على الرجل هتشيل الانترفيرنس؟ بتقلل الانترفيرنس مش بتشيل الانترفيرنس. في اللي هو الموديل بتاع اللي هو يمكن رسمناه في او كان موجود في المحاضره يعني. هو كان ولا معاذ رفع ايده لحاجه في الموضوع ده ولا لما خلص هبقى نرد عليه؟ يا دكتور في الحاجه اللي في الموضوع ده بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو الجراوندنج اللي هو الريفرنس اللي احنا بنحطه على الرجل اليمين زي ما حضرتك بتقول، هو انا كنت قريت ان هو مش هتفرق المكان، بس بتفرق ان هو بياخد كومن جراوند فبيشيل او يعني بنصفي النويز. مظبوط. والبوزيتيف بيبقى موجود على ناحيه اليمين او الشمال مش فارقه، وهنعكسهم، ولو السيجنال جت معكوسه بنعكس التو تيرمينلز. بالظبط. يعني الطرف الثالث مجرد ريفرنس. ايوه يعني لو ما حطيتش الطرف الثالث هتشتغل بس هتبقى نويزي. والطرف الثالث ده بيتوصل بالريفرنس اللي هو التيرمينال الريفرنس اللي في الانسترومنتيشن امبليفاير صح؟ لو انت عملت دايره كانسليشن للرايت كليك ممكن ما تعملها وممكن ما تعملهاش، بس موست بروبلي عشان تطلع لك شكل سيجنال كويس هتحتاج تعملها. لا مش فاهمها. يعني حضرتك الانسترومنتيشن امبليفاير بيبقى فيه الانفرتنج والنون انفرتنج عادي، وبيبقى فيه تيرمينال زياده اسمها ريفرنس صح ولا؟ في دايره انت بتحطها عشان تعمل الكلام ده اللي هي موجوده في السلايدز اللي هي بتعمل بيها فيدباك. لو هتعملها هتستخدم التيرمينال الثالثه دي. طب انا كده الالكترود الثالث اللي على رجلي هوصله بايه لو انا مش عامل السيركت دي؟ خلاص مش هتوصله بحاجه. تمام. انا كنت فاكر ان انا بوصل الالكترود الثالث ده اللي هو الريفرنس بالجراوند بتاع السيركت كلها عامه. لا 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 مش بالضروره. لا اظن لا يعني. تمام. اوكي. طيب في حد ليه اسئله تانية؟ نقول بقى شوف الاسئله التانية. مين اشتغل اي ام جي؟ طيب هو لا يفرق يا دكتور يعني لا يفرق، بس الرينجات اللي احنا نشتغل فيها دي حاجه هتفرق فيها، هتفرق شكل الويف فورم طبعا هتفرق. بس في الاول فاكر يعني ايه السؤال ده؟ خلينا نسمع بس حد قال سؤال ده على الاي ام جي ولا حاجه تانية؟ على الاي ام جي يا دكتور. اتفضل. هو في حاجه بالنسبه للانسترومنتيشن امبليفاير، هو في كذا حاجه في السوق. انا شفت دوائر بيستخدموا يعني نوع مثلا معين من الشيبس، بس الموجود في السوق مختلف عن في الديزاينز دي.
فايه الحاجات اللي مثلا ابص فيها لما اختار لبدايل للتشيبس دي؟ انت عاده لما بتيجي تلاقي الانسترومنتيشن امبليفاير بتهتمي بكم حاجه كده. طبعا كاي امبليفاير بتهتم بالباند ويدث برضو، بتهتم بحاجه اسمها الكومن مود ريجكشن ريشيو، اللي هو قد ايه هيكبر الديفرنشال سيجنال وقد ايه مقارنه بالكومن مود سيجنال. اوكي، فكل ما يكون كبير كل ما يبقى احسن. طبعا بتهتمي برضو بالنويز، كل ما النويز بتاعته تبقى قليله تبقى احسن. تمام. يمكن هم دول الاربع حاجات الاساسيه اللي انت مفروض تبص عليهم، ولو عندك اختيارات بتختاري احسن حاجه في الحاجات دي. يعني طبعا بالنسبه لك النويز اهم حاجه، يليها الكومن مود ريجكشن ريشيو، الباندويث موست بروبلي مش تبقى مشكله عندك يعني. تمام. هو انا ينفع ابدل يعني بدل ما استخدم لو باس فلتر وهاي باس فلتر استخدم باند باس فلتر، اشيل اثنين واستخدم باند باس؟ طيب هي الفكره، الباند باس فلتر لما بتستخدميه ما بتقدريش تحصلي على اوردر عالي. فلما بتعملي لو باس فلتر وهاي باس فلتر، اولا بتسمح لك ان انت تعملي اوردر عالي. الحاجه الثانيه ان انت بيبقى عندك امكانيه البروجرامابيلتي كويسه، يعني كانك لو عايزه تصغري او تكبري في ده، او صغري او تكبري في ده تقدري، لكن الباند باس فلتر هيضرب في الاثنين في نفس الوقت. تمام. فالموضوع الديزاين بتاعه هيبقى اصعب شويه. تمام. اوكي تمام. طب دكتور في السيميوليشن انا عايزه يعني اعمل الدايره بتاعه الاي ام جي في السيميوليشن، لو انا مثلا عايزه احاكي السيجنال اللي داخله الالكترود اعمل كده ازاي قبل ما ابدا ان انا انفذ الدايره على السيميوليشن؟ بصي، طيب ايه الموضوع مش سهل قوي يعني، هو عشان كده بقول لك ايه، قد يكون الافضل ان انا اديزاين بلوك بلوك وبعد كده افاليديته فيزيكالي. تمام. وبعد ما فاليديته فيزيكالي ابتدي اوصله واشوف الاوتبوت عامل ازاي واحاول احل نويز. في حل تاني بس حل مش ستريت فورورد قوي، ان انت تشوفي تيبيكال اي ام جي سيجنال عامله ازاي وتضيفي ليها نويزز وتحاولي ابلاي ات از ان انبوت للسيستم بتاعك للسيميليتر وتشوفي هتقدر تشيليها ولا لا. بس ده يعني ايه، حاسس ان هو يعني تو ماتش شويه. يبقى احسن حاجه ان انا ابدا اجرب فيزيكال على طول يعني. بس عشان تعملي فيزيكال على طول ابتدي اعملي بلوك بلوك فيزيكال. يعني ما ينفعش ان انا مثلا بعمل سيميليشن للبلوك الاساسي الامبليفاير مثلا وبعد كده احطه وافترض ان هو شغال وهو مش شغال. فاكيد لما احط حاجه تانية هتبقى ما بقاش عارف هي السبب من البلوك الاولاني ولا من البلوك الثاني ولا البلوك الاولاني مع البلوك الثاني. فالحته دي محتاجه ان انت تمشي خطوه خطوه فيها. تمام. يعني ابدا مثلا اشوف الدايره بتاعه الانسترومنتيشن امبليفاير واوصلها واشوف الانبوت والاوتبوت بتاعها، وبعد كده امسك كل فلتر بقى اللو باس الهاي باس الامبليفيكيشن كل حاجه لوحدها اتاكد ان هو شغال زي ما انت عايزه، وبعد كده ايه تخش تحطيهم على بعض يعني. تمام. اوكي ميرسي. يعني ممكن كمان احد الحاجات تقسم ان انت ممكن تكون بتحط الالكترود غلط وانت مثلا بتقيسي فتلاقي السيجنال مثلا تطلع لك بايظه. فعشان ترابل شوتي ده ولا ده ولا ده لازم تكون مشيتي خطوه خطوه يعني. تمام. طب هو انا الاحسن بالنسبه لي في الاي ام جي ان انا استخدم مونوبولر ولا بايوبولر، يعني استخدم 3 الكترود ولا 2؟ مش قادر بصراحه، محتاج نبص في الليتريتشر، ما عنديش معلومه يعني. لو قدرت تبص في الليتريتشر وتشوفي هيبقى كويس يعني انت نعرف المعلومه. وانا سرشت لقيت في ناس بتستخدم عادي 2 الكترودز وفي ناس بتستخدم 3 الكترودز، ف استخدمي الاسهل يعني. لو منك ابتدي بالاثنين وبعد كده اشوف لو احتاج. السلام عليكم. عليكم السلام. طيب جيو سامعني؟
اه يا دكتور. سامعني؟ ايوه دكتور. طيب يعني سامع الصوت استقر شويه يعني ولا لا؟ طيب اه احسن دلوقتي. كان في حد بيسأل على حاجه، معلش انا ايه الاوبجكتيف من البروجكت؟ كنت بقول ايه الاوبجكتيف بتاع البروجكت؟ الاوبجكتيف بتاع البروجكت ان انت تديمونستريت بي النولج بتاعتك عشان تحاول تسيت انيشال بروتوتايب ل ريال بروبلم. مش هدفنا ان احنا هنعمل اي سي جي سيستم نبيعه بكره يعني، ولا نحط له سبيك ونعمل الكلام ده. المرحله اللي بعد كده يمكن ان انت تبتدي تديزاين فور فانكشن، يعني احنا ديزاين فور فانكشناليتي اكتر منها ديزاين فور سبيك. يعني لما اجي بقول لك شغال لي طلع لي الويف فورم، انت عايز تشوف بس الفانكشناليتي الاساسيه. بعد كده ممكن يبقى ديزاين فور سبيك، يعني لما نبقى عارفين السيستم ده وعارفين النويز والريكويرمنت نبتدي ان ايه نحط سبيكس على السيستم بتاعتنا. فدي مرحله لاحقه ما اعتقدش ان احنا هنتعرض ليها يعني في الكورس يعني. اوكي. طبعا كل ما بن يعني بن ديزاين فور سيرتن سبيكس ممكن يبقى فيه كونسترينز اكتر، ممكن يبقى فيه كومبليكيشن في السيستم، الحاجات دي كلها ممكن تبقى موجوده معايا. طب دكتور سؤال معلش، اتفضل. هو انا لازم عليا امشي على ابروتش معين في ان السيركت تطلع شغاله؟ يعني مثلا القصد في الموضوع ان انا ليه اعيد الاختراع العجله من اول جديد؟ يعني مثلا في دوائر موجوده اوريدي على النت، تمام، في الفانكشناليتي بتاعتها شغاله وجربوها، فانا لو فهمت البلوكس اللي فيها ذات نفسها ممكن، يعني مثلا عندي الاي ال الانسترومنتال امبليفاير 623 ده اغلب اللي موجود في السوق، هو وال 620 لما دورت يعني، فانا ممكن اجيبه وهو الارات الانترنال بتاعته كلها ذا سيم، يعني الجيم بتاعه بلعب فيه عن طريق بوتنشيومتر، فانا ممكن اشوف الاوتبوت كقرايه بالنسبه للانبوت واحاول اجرب من طريقه الفانكشناليتي اكتر من ان انا اقعد اعمل السيميليشن، والكلام ده كله هياخد وقت، واغلب السيميليشنز اللي عملناها في المشروع اللي فات اوريدي كانت غير مطابقه للواقع بنسبه كويسه، يعني كانت مطابقه في رينج صغير او الكلام ده كله، فانا عشان اقعد اجرب هتبقى صعب جامد ان انا اعملها سيميليشن الاول وبعد كده اقابل مشاكل بقى التركيب. حضرتك فاهمني؟ تمام. طيب ده ريسك انت بتاخده، انا ما عنديش مشكله فيه بس انت بتاخده. يعني لو بعد ما عملت الكلام ده ووصلته وما اشتغلتش انت ما عملتش حاجه، هتقعد بقى تعمل ترابل شوتينج. عرفت تعمل ترابل شوتينج وده ده مش صعب باي ذا واي يعني، لا هتحتاج ان انت تبتدي ايه تفككه وتبتدي تشتغل عليه. تمام، ما يعني انا يعني ممكن انا ما يعني عنديش مشكله، يعني ما عنديش مشكله ان انت تطلع لي الاول وانت فاهم ليه خلاص، بس تمام. لو ما اشتغلش، خاصه ان في ساعات كتير جدا في كومبوننتس في مصر بتبقى مضروبه هتتعب جامد. تمام يا دكتور، تمام، فاهم حضرتك. ممكن ريسك، ممكن تجربه نجح ما نجحش خلاص هتبتدي تعمل بارتيشننج للسيستم، تبتدي خطوه خطوه بالظبط ده اللي انا كنت شايفه الصراحه. مفيش مشكله. يعني انت ممكن تمشي بالعكس، يعني بمعنى ايه ان انت جرب اشتغل بعد كده انت وتقول ان انا متوقع ان هو الجين بتاعه هيطلع كذا، تتشك الجين لو طلع اوكي خلاص مش عايز سيميليشن، لو لقيت في حاجه غريبه هتحتاج تعمل سيميليشن. بس تمام يا انا بقول دكتور. لك يعني ايه، يعني لو انت عايز تمشي خطوه خطوه هاخد ده في اعتباري في التقييم، بمعنى لو ما وصلتش للنهايه مش هسفحك في الدرجات. اوكي تمام، بس خلاص، تمام، شكرا يا وضحت دكتور، وضحت، تمام.
وممكن تعمل حاجه هايبريد، يعني انت تجيب الحاجه وتحطها، ويبقى عندك لو انت عندك خبره كويسه في توصيل الدوائر او اكتشفتها في البروجكت الاولاني وكنت بتعملها كويس، مصبر ممكن تشتغل تو اسيرت الليمت. اصل اللي انا كنت بفكر فيه مثلا يا دكتور، انا عندي دلوقتي الفلترز عموما، انا الفلترز كده كده بثبت قيمه مثلا الكاباستور واجيب لها الار، فهو الفلترز مثلا مش هيبقى فيها زي لعب كتير او الكلام ده كله، فانا بعمل فلترز لحاجات معينه. هي الفكره كلها المشاكل اللي قابلتني مثلا في المشروع الاولاني او الكلام ده كله، القيم الريزيستنس اللي هتعمل لي جين معين او الكلام ده كله، فانا هيبقى في حاجات معينه انا مركز عليها علشان هي دي اللي عملت لي المشاكل الكبيره يعني. فممكن كنت بفكر ان انا اعملها فعلا ريفرس انجينيرنج يعني، او كده ان انا اشوف حاجه ما اوريدي مشكله معموله. كل اللي انت بتعمله ده ده طرق كويسه، بس this is a high level. يعني عايز ايه عندك، تكون عندك الايه الروبست كده، ايه knowledge كده واكسبيرينس عشان تعرف تحكمها قد ايه روبست. دي حاجه تجربها، انا ما عنديش اعتراض والله، دي حاجه كويسه، جو اهيد وتوكل على الله. تمام يا دكتور، هشوف ومش هقضي فيها وقت كتير برضو يعني، بما انها المطلوب دايما بيبقى ايه، ان انت تلاقي كل كومبوننتس، تلاقي فيه 3 4 كومبوننتس مش موجودين، فتحتاج مظبوط. تعمل لهم ايه يعني ايه بيسموه تغيير او كده. صح، تمام تمام يا دكتور، تمام، شكرا لحظة جزيلا. واحدة ماشي، استنى لحظة واحدة وارجع لك. ايوه السلام عليكم. أيوة. اي حد عنده سؤال تاني؟ الو، ما حضرتك كده، في حد عنده سؤال تاني؟ طيب يعني لغاية ما حد يمكن بيطلع بسؤال ولا حاجة، المرة الجاية أنا عايز من الناس كل جروب يبقى على الأقل في ريبريزنتيف أو أكتر في المحاضرة، ومحتاج إن أنا أشوف كده إيه راندملي كده، أشوف بروجريس ريبورت عن الشغل اللي عملوه لغاية دلوقتي. تمام، ولو في طبعا مشاكل بنفس طريقة الأسئلة اللي إحنا عملناها دي هنعملها. ماشي، تمام. طب هو الديدلاين امتى يا دكتور بتاع تسليم المشروع؟ الديدلاين احنا كنا بنقول ان هو اخر اول يعني ممكن يعني مع بداية الامتحانات، يعني يا اما يعني قبليه بيومين ثلاثة بحيث ان الناس تسلم، يعني عشان ما تأثرش. حضرتك هتبعت لنا ديسكريبشن للبروجكت، ليه؟ ديسكريبشن انا كنت حاطه في للبروجكت. سلايدز، بس يعني عايزين تحطه يعني عشان تعملوا ابلود، يعني ماشي ممكن، يعني عشان على ال ام اس مفيش مشكله. لا لو ممكن مثلا النهارده يا دكتور يبقى تمام. انا بقول موجود في سلايدز يا جماعه، انا بقول بتاعت المره اللي فاتت كانت محطوطه، حطيتها ابلود يعني، تمام. ولا انتوا قصدكم على حاجه تانية؟ عشان بس ممكن اكون انا مش فاهم قصدكم على ايه. هو كانت فيز 1 نزلت لنا في شكل PDF فيها الحاجات اللي مطلوبة بالظبط، والدليفري يبقى شكلها عامل ازاي وكده. طيب خلاص هحاول اعملها لكم وابعتها لكم. حاضر ماشي، انا دي هخلي ابقى انسق الحكايه دي مع المعيد عشان بس ايه هو اللي يعني هيصحح، فبالتالي يبقى التصحيح بتاعه واضح يعني او سهل يعني، فهنسق معاه وارجع لكم. حاضر. تمام، باشمهندس محمود ولا باشمهندس احمد؟ لا موس بلو، هيبقى محمود ومح احمد يمكن يساعده. تمام. هو هل في تعليق على احمد او محمود؟ شايفين في حاجه ممكن؟ انا شايف ان هم يعني بيحاولوا يساعدوكم بقدر الامكان يعني. دي حقيقة بصراحة.
مفروض نعمل يا جماعه في بيسموه سيرفي كده فيدباك عن الكورس، فمفروض المره الجايه برضو هنحاول نعمل شيرنج ليه، بحيث ان انتوا ايه تبقى تدوا فيدباك عموما، بحيث ان ايه نحسن من الكورس ان شاء الله في النكست اوفرنج يعني. اوكي تمام. هو المرة الجاية إن شاء الله دكتور آخر محاضرة. الا اذا كنتوا عايزين حاجة تانية في الموضوع بتاع البروجكت. تمام تمام شكرا لحضرتك يا دكتور. طيب شكرا جزيلا. لو في اي حد كان في مشاكل في الكويز كده فالباشمهندس المفروض ان هو يصلحها، لو في حد عنده لسه مشاكل ممكن يبعت لي يعني. شكرا جزيلا يا دكتور. تمام ماشي. الكويز طبعا ده او غيره لو في حاجه اي مسدت يعني، ان يعني في ساعات بنسى الناس يعني، فلو في حد برضو يبعت لي تاني مفيش مشكله يعني. بس اتاكد ان هو اخر ابديت بالنسبه له صحيح يعني. تمام تمام يا دكتور. تمام. هو شكرا. سؤال يا دكتور معلش، هو لو حد كان عمل حاجه المره دي يبعتها لحضرتك ولا ما فيش حاجه المره دي هتتبعت؟ ممكن يبعتها لي بيني وبينه مفيش مشكلة يعني، لو هو عايز فيدباك أو كده يعني. تمام يا دكتور. ماشي أوكي مفيش مشكلة يعني. تمام يا دكتور شكرا جزيلا. عفوا شكرا.